أربعة تربصات بكل المجموعة، ممكن يكون فيه لاعبين آخرين، ولكن اللاعبين اللي كانوا معنا ما قصروش، أداوا ما عليهم. الكارت الأحمر اللي خداه اللاعب فؤاد حنفوق ضد المغرب أثر علينا، وكان البديل تاعه اليوم أدى ما عليه. ولكن عندنا 16 لاعب، ما عندناش كما يقولك دي دوبلير في كل المناصب. هذا هو الشيء، كنا متخوفين من بعض المناصب، ما عندنا ولو لاعب. كون يكون عندنا 22 لي دي جوار، عندنا البدلاء لكل منصب، عندنا لاعبين، والحراس مرمى اثنين. كنا قادرين في التغييرات، جينا نوع ما سهولات فيما يخص الاستراتيجية الموضوعة. ولكن ثم كنا حابين نتأهلوا ونزيد نكملوا هذا كما يقول لك المغامرة، وخاصة مع الجمهور اللي كان يساندنا. سيادته الكرة القدم المرة الجاية إن شاء الله نعملوا، والأخطاء اللي قمنا بهم إن شاء الله نجنبوهم في المستقبل إن شاء الله. تفضل أخويا، تفضل. كل حال برمجة، كاين ناس، كاين لجنة، اللجنة الكوجيام كوميسيون تاع لجنة التنظيم تاع الألعاب المتوسطية، هما أدرى بالمنشآت اللي عندهم لومولوغاسيون تاع الملاعب. فيما يخص السؤال الثاني، أنا نظن المسؤولين على قوانين الجمعيات بصفة خاصة هما أدرى بشي هذا. احنا نتمناو المدارس، احنا كناخب وطني احنا ناخذوا الأحسن يمثلنا. وفيما يخص المدارس، هذا كما يقول لك سي ان سوجي ان ديبا كبير، ولازم له الناس. ومع المنشآت انا نظن خسارة منشآت عالمية، ونبقاو في مشاكل تاع كرة القدم. انا نظن المنشآت هذه راح تعطينا دفعة وتعطينا فكرة باش ننهضوا بالكرة، كرة القدم، لان كرة القدم راك تشوف عندنا كما نقول لك شبان في كل اقطار الوطن مهاريين، غير تربص واحد بكل مجموعة لنا تربص واحد في شهر مارس، وهذا تربص شفتوا الأداء. أنا نظن كنا درنا على الأقل 8 مقابلات تحضيرية دولية، تشوف الفرق الأخرى بلا ما ندخل الأسماء تاعهم، على الأقل لعبوا أكثر، غير في 2022 لعبوا أكثر من 14 مقابلة دولية. احنا غير مقابلة الأولى الثانية كان هذا المردود. أنا نظن في المستقبل إن شاء الله في البرمجة يعطيوا قيمة للاعبين هذا الشبان، وإن شاء الله كما يقول لك الفيدرالية تلقى التوازن تاعها، أو سي لو ديزيكيليبر هذا تاع لا فيدراسيون أثر علينا نوعا ما. أنا نظن في ظروف هذه وفي المشاكل تاع كرة القدم، الشبان يأديوا مع عمالقة كرة القدم، وخاصة في التكوين الفريق الفرنسي ما كناش بعاد، وكنا قراب ليكسبلوا مالغري لو مونك فلاغون دو نوت بريباراسيون. خير، أنا ثلاثة ترا كيسيون أنا غير، تفضل. كيف طال مصيرك على عارض الفيزياء؟
انت الاسئله تاعك غير شوكه. الاقصاء قلت لي عاود لي سؤال. هذا الاقصاء كيف زار المصير؟ انا راني مدرب ما نخممش على المصير تاعي، ولو حتى نفوز ب ب ب ب ب بالبطوله بالدوره المصير يحدو رب سبحانه وتعالى. رانا احنا شبعانين من هذا من الدومين تاع الفوتبول، رانا نشتغلوا وما نخممش على مصيري. خلاص عمري ما خممت على مصيري، مصيري كما يقول لك ربي يتولى كل شيء ان شاء الله. رد تفضل خويا. هو ما عزيز تاع تاع تاخني اون ديريكت تاخني يا جماعه يا جماعه تفضل. على كل حال سبقني وان تكلمت وذكرت لاعبين مهاريين نقص في التحضير، وقت اللي لازم نشتغل ونديروا تربصات كانوا في تحضير امتحانات بكالوريا. انا نظن كون الاختيار، انا نظن حسن الاختيار انا والطاقم اللي معايا. لا كاليتي جوار خلات الجمهور يشوف كما يقول لك عروض كرويه مقبوله اكثر من مقبوله. انا نظن في المستقبل ان شاء الله مع تكتف التربصات ومع دورات اخرى ان شاء الله ومع الخبره اللي اكتسبناها احنا كطاقم ولا اللاعبين في هذه الدوره ان شاء الله تعطينا دعم في المستقبل ان شاء الله. تفضل اخر سؤال تفضل. Je pense que si on reste dans le contexte footballistique, on n'a pas à rougir de cette défaite. لازم ان شاء الله في المستقبل انتم كصحفيين راح ممكن تتبعوا هذا الفريق وتعرفوا كل صغيره وكبيره على هذ اللاعبين. انا نظن ممكن لا ماجوريتي ما تعرفوش الهيستوريك تاع اللاعبين هذوما شبان. الدوره هذه بينت بعض الاسماء، بينت بعض اللاعبين الجمهور الرياضي وكاننا فريق اكابر فجمهور وراء اللاعبين. الوغ كنا 25 يوم من قبل كنا نبحثوا كيفاش نديروا تربص، كنا مقسومين سبعه لاعبين او 10 اللي كانوا اللي يلعبوا في البطولات الاجنبيه وخاصه في فرنسا، ومنهم اللاعبين اللي ينشطوا في البطوله الجزائريه. في 25 يوم لقينا روحنا امام مسؤوليه امام جمهورنا الجزائر تحتضن هذه الدوره في الملاعب، تدشين ملاعب جمهور يكتشف ملاعب وفي نفس الوقت الشبان اللي ما يعرفهمش. انا نظن هذه كما يقول لك سيت اون تري تري بون اكسبيريونس بور تو الموند. وان شاء الله فيما يخص اللاعبين تاعنا احنا كطاقم نتبعوا في اللاعبين منذ بدايه السنه تاع السنه الفارطه، حجم اللعب تاعهم، كم من مباراه لعبوا، عندنا تقييم كل اللاعبين، وممكن في هذا الجانب احسننا الاختيار، ونظن في المستقبل ان شاء الله يكون شان هاللاعبين. بارك الله فيكم، شكرا لك.